انت عملت كده ليه يا ميسه؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ ردي عليا. كنتوا بتتقابلوا فين؟ في بيتي؟ استغليت غيبتي. عملت ليه كده يا ميسة؟ ما انا ريقي نشف وانا عمالها اتحايل عليكي عشان تتجوزي. غويت البهدلة وقلة القيمة. عاجبك حالك كده؟ ولما جيت تصلحي غلطتك عملت مصيبة أكبر، قتلت ضناكي. أنا هبعتلك شنطة هدومك النهاردة عشان لما تطلعي من المستشفى محبش أشوفك تاني. حقك عليا يا عمتي، أنا آسفة، أنا ماليش غيرك، هروح فين طيب؟ أنا ما تعيش معايا واحدة عملت اللي أنت عملتيه. أنا متجوزة يا عمتي. متجوزة؟ متجوزة بس عرفي، أصله متجوز ومخلف. مين؟ مش هقدر أقول.